علي أمهز، مساء الخير علي. أهلا وسهلا. عن علاقة الحمى والصهر، علي بيقولوا علاقة بين الحمى والصهر يعني مثل المد والجزر، ساعة بتكون كتير منيحة وساعة بتكون مثل البحر الهايش، بتوترة كتير. بتوترة كتير يا علي. كيف علاقتك بحماتك؟ كتير صعبة، وصلت للطلاق مثلا. طلاق؟ أكيد. طلقت زوجتك من وراء المشاكل مع حماتك، بشو كانت تدخل حماتك؟ تدخلت بعلاقتنا سوا بكل بكافة الأمور، لدرجة إنه بدها تنام بيناتنا بالآخر، لدرجة إنه تتمنى يعنوا إذا ما أملك أي طلب من مطالبك. هذا أول شيء كانت تدخل فيه. صحيح. أمور تانية على الصعيد الشخصي بينك وبينها؟ ليش ما بقدم لها مثل إخواتها الباقيين مثلا؟ مثل جوز أختها، ليش ما بجيب لها مثل ما بجيب لك؟ ليش ما بجيب لها سيارة مثل أختها؟ ليش ما بجيب لها ذهب مثل أختها؟ ليش ما بيعاملك مثل صهرك الثاني؟ أقل الأمور. بلش بالعلاقة الزوجية وامتدت إلى أمور أخرى وأصعدة أخرى. صحيح. بالحياة الزوجية. صحيح. يعني بين الرجال ومرته، كيف كانت تعرف إنه مثلا زوجتك ناقصها بعض الأمور المادية وقت تزوركم بالبيت؟ صحيح، هي أساسا موجودة ضيفة، ما أنا مقيمة بالبيت، هي المفروض تكون ضيفة. هي جاي ضيفة مش عبيت بنتها، عبيت صهرة. وبيت بنتها كمان بالنهاية، بس بيت صهرة بالنهاية. خليني اسمع علي. ايه بالنهاية هذا بيت صهرة. لما تجي عبيتكم، لما انا الشغلة انا عجبتني هيدي ببيتي، ما لها حق هي تغيرها. شو ما كانت الشغلة، شو كانت تجي تعمل يعني؟ حتى التيفي مثلا مش عاجبه شكلها بتغيره، البنت عجبتها اساسا، بس تدخل الام وغرورها وحرمانها من هذا الشيء ببيتها خلاها تتدخل بحياة بنتها لتتمتع بهالملذات. اخي محمد، مساء الخير محمد. محمد، لما تزورك حماتك بالبيت بتواجه نفس المشاكل اللي حكي فيها علي؟ لا، بس يزورون الكبار بتهل البركه. يعني كل خير، يعني يلا غلط لما منهم. لما حماتك لحظة. بتزورك بتوجه لك انتقاد معين على البيت، كيف تتصرف؟ ليك، كل حما هي بالنهايه ام، في انتقاد مهما كان الانتقاد، انا ما فيني اخذه بغطرسيه وانه ما فيك تتدخلي وما فيك تعملي، اكيد بده يصير فعل ورد فعل، بس ما كل شيء ضمن حدود. لحظة. يعني بالنهايه عفوا، اما بس يصير في طرح او تدخل باتجاه معين. إيه؟ لاي موضوع انا فيني استقبله بس هذا رحب، وفيني تكرم عينك اوكي يبغى غير ما بغير، برجع انا للتشاور مع شريكه حياتي. طيب اوكي، اما اذا اجتني قالت لي محمد هالكنبايه مش ملاحظ عليها قديمه، في اذا فيك تجيب، ما في داعي الا لا ما بجيبه انا، ما خصك بالموضوع. لا تكرم عينك حمد، ما عجبك. هو اول طريق بكون وجه بشوش مقابلنا، بعدين بتشيل القناع من الشغله الثانيه. الشباب يعني اجمالي الحق على الرجل كيف بيتصرف مع سيده اكبر بالعمر؟ ليك، اساس الخلاف بين الرجل والحماه، انا طبعا بشيل كلمه حماه، انا بسمي ام لانه خلقنا لكم امينا وابوينا يعني بالنهايه. نعم. بشيل كلمه حماه، الاساس هو رجل يحط حدود للعالم اللي حواليه بطريقه دبلوماسيه، بطريقه ذكيه، ما بيخلي بيكسب. الرجل اللي بيداري حماته ما بيكون ذكي او بيكون بالعكس؟ بيداري حماته شو؟ أنا بداري حماته اكيد ذكيه، بس ما كمان لها حدود هي ما تتخطاها. اوكي، انت اللي بتحدد لها الحدود. ما انا اساسا الموضوع كله حدود، هي مشكلتنا نتخطى. شو بكون موقف علي؟ سؤال، ذروه المشاكل بينك وبين حماتك لوين وصلت؟ يعني معظمها ملاسنه ومبسط، احيانا للضرب، لتشيل مثلا حذاء وتضربني فيه، سكربيني تبعيتها مثلا، قلعتها من بيتي، زعبتها من بيتي. شو اللي خليها طريقه استفزازها لإلي؟ انت استفزيتها وهي ضربتك؟ لا، مش هون المشكله، المشكله انه تدخلت بكثير امور، تدخلت بناوتي مع مرتك. حبيبي كل ما هي جاي ضيفه لعندي يا خيي يا قلبي، كيف بدك تقضي اليوم؟ امك اليوم ما هي غيوره بشكل اليوم طبعا. امك بتشوفك احلى شاب وتتمني لك احلى حياه، طيب ليش انا اما لمرتي ما بتسمح لي؟ ليش احلى حياه ما بتعجبها الحياه اللي عجبتها بنتها؟ لا حبيبي، ما انت حط سيستم لحياتك. ما انا اساسا لما فت بهذا الحياه حطيت لها يا سيستم. يا حبيبي الانسان ما بيهمك، انت مش اخذ امها. ليه اذا انت علاقتك منيحه مع زوجتك شو اللي بيخلي امها تصير؟ لا اكيد شو بيخلي امها؟ نعم، متطلبات الام، انه كثير هين واحد اليوم يحط لوم على طرف ثالث، ان كان حما او غير حما، اذا كانت علاقه هشه بين الرجال ومرته، يعني اليوم اذا الرجال ومرته مش قادرين. ما هي سبب المشكله بين الرجال ومرته هي الحما وتدخلات. دكتور ماري انج مرعي، اخصائيه بعلم النفس العيادي ومرشده اجتماعيه، مساء الخير دكتور. دكتور، سمعت النقاش الداير بين ضيوفي، شو تداعيات تدخل الحما باي علاقه بين رجال ومرته؟ وهل مثل ما كان النقاش عم بدور هلا اللوم فقط على الحما اللي بتتدخل او على هشاشه العلاقه بين رجال ومرته؟ لا طبعا، ما بحياتها بيكون اللوم على شخص واحد، شوف بالعلاقات الانسانيه مثل بحوادث السير، على طول حق على الطرفين، يعني حق جزء بيقوم على الزوج طبعا وعلى الزوجه، يعني على الثنائي، وحق
كمان على الشخص المتدخل لأن ما له حق يتدخل، علما أنه أي ثنائي بده يخلق خلية صغيرة بده يتدخل فيه كتير أشخاص غير الحما، فيها تكون الجارة، فيها تكون رب العمل، فيها تكون كتير أشخاص تانية، فيها تكون البصارة. هلا أكيد أكتر شخص له تأثير على الفتاة بحكم الطبيعة هي والدتها، دونك نستنتج أنه ممكن الحما يكون لها تأثير أو سلبي أو إيجابي بحسب نواياها. هلا مهم كثير نفهم انه العلاقات الانسانيه باطنيه، مش بس كل معلن هو الاساس، في اشياء داخليه غير معلنه بتبين اوقات بعد الزواج. دكتور، ولكن لما البنت تسمع من امها بتكون البنت بحاجه لتسمع من امها انه في خلل مع زوجها؟ لا ابدا مش هيك، بتكون البنت شخصيتها غير متكامله وبعدها بفيزيون مع الوالده، يعني بعدها باندماج مع شخصيه الوالده، وغالبا ما نحن بمجتمعنا الشرقي بنربي البنت على اساس انه هي لاهلها، على اساس انه البنت تابعه لاهلها، فصعب كثير تقدر تقطش الرابط بين الوالده وتتبع زوجها، وهي هون اللعبه كلها، نحن بس نتزوج لازم نقطع مع الاهل، نقطع مش معناتها نقاطع، بس نقطع هيدا الحبل اللي بيربطنا معنويا ومنصفي على طول انه لازم نعمل هيك لان ماما قالت لي هيك، يعني بطل بنت صغيره بصير امراه متزوجه اتحرر ومسؤوله وعندها بيت. شكرا لك دكتور. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.